كورسن داوديال كسور نواد واركي حولي حقيق وياد كلاس عتين ألو الله إميليتي في تارك توال لبدي سبتمبر إلا بإبر لبالله ودعا قبايا المركالي سور نواد وحا حيساد عصب أو أنوان أكسلين كسور دا حسبونا تواد دامادا روشكا إيادالك أي كاركا يهين إي ملدوفا وسيرك أرماها الدبادة إي روشكا ساق الليروف أيا وقدقي دالك ملدوفا إن أي خطر قليان أمانك إذا مادا روشكا إي كسوغان قبل كاكاقوا إي ترانيستيا تاسو كيني كرتبو يدي إسكا هورماد ملتري أو أي لقلاان أود موسكو روشكا أيا إذا مادا نباد إلالين أح أوجد قبل كاكاقوا ترانيستريا دل كامالدوفا تن يهرانتي ساقع شميجيدي مركاسو اسكا هوريماد هو بيسان او اركي قوني قوصد تاقر سرروشكا او انتبادن قبل كاقبصدي مالدوفا حكومت دا جشيزنو ايا كنو نوصطي اني كاقو انتهي وضا هذا النبضيد او كسابسان مستقبل كاقبل واحي شاكتي ان اي او ييري دونتو كسيماها صفير كروشكا سي ايو عدي سبايلا دين موقف كيدا ارنتا دولد روشكا يجب أن يكون الشيء إذا ما ذو أي أتشوغان إلى الانترنبات يحسلوني ذا بلسة ملدوفا وحي دوني سائن موسكو أي كلاب بحضو إذا ما ذي ذا قف كستا وإنو فهما بيلا ذين إن طلابا كستا أو خطركو أمنك إذا ما ذا روشك لو تحقلين دون الشرعيك عالميك أح إنو يهي ويرر كتلان أح روش سيدا لعضي كونفورتا أستيتيا مركي نبض إلى الياشا ويرا ربيلا مدحوينو هوري جوجيا ميكيل ساكاشفيلي لعضا داس سند كي لبكون إيه سيديدي وحي سبب تدقال شل مال موتسودي أو إذا مدى روشكو كو قبصدين مقالوين بدن أو جوجيا أح وحير كدب موسكو وحي وأقول سلطي كونفورتا أستيتيا يقول كالي أو جوجيا أح أو كاقوي أبغاسيا إن أيهين أما أي حيستان مدح بناني بعده قبل كا ترانيستريا أو سيوين وقو تيرسان تاقير رضا موسكو أيا الشاقي ويرارو إستباتشوك أح أو داعي بشي إبرال تاس أو سيكر لسي حيساد ده أو مركي هوربا سارة أو كاعدي كدب تقال كا روشكا إيو يوكريل أو حدود دالح ودن كا ملدوفا دانيال فورا أو أح أفايينكا وسارة داريمها دبادة دال كا ملدوفا أيا الشاقي إن حقوق دان رمان dadka laga tirada badan yahay ee ay ku jiraan kuwa ku hadla luqadda ruushka ay damaanad qaadeen jishuushu waxa uu si buuxda uga go'an yahay wada hadal nabadeed oo ka dhacay gobolka Transnistria iyo in uu u yeero ruushka in uu kala baxo ciidamada sida sharci darrada ah u jooga dhulka Moldova soo jeedin kasta oo hab ka duwan ayaa ah mid aan salaxayn ayay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen baraha xukuumadda ay ku leedahay Twitterka xukuumadda Moldova ayaa hadda ka warsugaysa yeerida ay u yeereen kusimaha safiirka Ruushka u jooga Moldova xisadan ayaa si weyn indhaha loogu hayaa maadaama Moldova uu yahay dal ku yaala mandaqada xasaasiga ah wixii ka soo kordhana waxaad kala socon doontaan alol ETV